الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا بكم في درس جديد من دروس التربية الإسلامية الصف 11، وهو بعنوان علامات الساعة. ويفترض أن نوضح المقصود بعلامات الساعة وذكر بعض علامات الساعة والاستدلال على علامات الساعة الكبرى من القرآن والسنة واستنتاج الآثار المترتبة على ظهور علامات الساعة وتوضيح بعض علامات الساعة الصغرى وكذلك بعض علامات الساعة الكبرى. ولنبدأ بمفهوم علامات الساعة. المقصود بعلامات الساعة يكون ما يكون قبل القيامة من أحداث، ما يكون قبل القيامة من أحداث تسبق وقوعها. طبعا الإنسان في هذا قبل يوم القيامة يجب أن يكون مستعدا لهذا اليوم، مواظبا على دين الله عز وجل، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وفي آيات أخرى: لا تأتيكم إلا بغتة، فموعدها الحقيقي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن بعض علامات الساعة أو بعض أشراط الساعة، حيث يقول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أما علامات الساعة الصغرى فهي مجموعة من العلامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما وقع ومنها ما لم يقع. ومن هذه العلامات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى. وأيضا موت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. ثانيا: قلة العلم وظهور الجهل وكثرة القتل، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل، يكثر فيها الهرج والمرج. والهرج والمرج هو القتل، الهرج والمرج هو القتل، فهي فتن، هذه هي فتن تحصل قبل قيام الساعة، حيث يكثر الهرج والمرج. وأيضا من علامات الساعة الصغرى انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب، حيث يحصل هناك صراع فيقتل من كل 999 ويعيش واحد فقط، وهي علامة من علامات الساعة الصغرى. أيضا كثرة الفتن، حيث يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا يعني من الفتن الشديدة الذي يتغير فيها طباع الإنسان من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان. أيضا ضياع الأمانة، ومن أهم علاماتها أن يوسد الأمر إلى غير أهله، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمام الدجال سنين خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويكثر فيها ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفويسق، يعني تصغير فاسق يتحدث في شؤون العامة. والآن نتحدث عن علامات الساعة الكبرى وترتيبها. هنا ليس ترتيبا زمانيا، وإنما هي وضعت هكذا. أول هذه العلامات: طلوع الشمس من مغربها، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، ذلك يوم لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهذه وردت في آية من آيات القرآن الكريم، ولكن هذا نص الحديث الذي يوافق نص الآية الكريمة. خروج الدابة، حيث قال تعالى: فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا
لا يوقنون. ثالثا خروج الدجال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وقال: أنه لم يكن هناك نبي من قبله إلا وحذر منه وذكره، ولكنني سأقول لكم قولا لم يقله نبي قبلي، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. وهذا الحديث إنه أعور وإن الله ليس بأعور هو حديث في صحيح البخاري. نزول عيسى ابن مريم عليه السلام قائدا ربانيا وإماما عادل يحكم بشريعة الإسلام ويعلي من شأنها ويعيد ما تركه الناس. أيضا من علامات الساعة الكبرى يأجوج ومأجوج، وهم أمة مفسدة في الأرض تخرج قبل قيام الساعة ويهلكهم الله سبحانه وتعالى في فلسطين الأرض المقدسة، حيث يقول تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. بعدها تتكلم الآيات. وعن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فينزل أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ما. هذا دليل على كثرة عددهم. وهذه أجزاء من علامات الساعة الكبرى، ولكن ما الآثار المترتبة على إيماننا بها؟ أولا، تزيد المؤمن يقينا بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كلما اقتربت أو جاءت آية من هذه الآيات أو علامة من هذه العلامات. تحمل المؤمن على التوبة والاستعداد لليوم الآخر، ترك الشر والمعاصي ليكون متفرغا لعبادة الله سبحانه وتعالى. وأيضا تزرع الخوف والرهبة في نفس المؤمن فيمتنع عن غضب الله سبحانه وتعالى ويترقب الآخرة باستعداد كامل، استعداد المسلم لمواجهة أحداث معينة يكون معه فيها علم بوقوعها. وكذلك يكون هذا الإنسان مستعدا لاستقبالها استعدادا كاملا. إلى هنا أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.